شباب ماشي يعتصم سلمي، اش تحب شنية ردة الفعل متاع العباد كي انت تهد عليها بكلاب بكريموجان بكرتوش بالبرش، شنية تحب ردة فعل؟ تحب السلام عليكم يضحك لك وبارك الله فيك، هذه الأولى. الثانية، أهل تطاوين الكل، عندنا أولاد عمنا يخدموا حرس وشرطة وفي الجيش، ما فيهم حتى واحد تدخل، جايبين فرقة خاصة من تونس، تو المراكز الكل هربوا منها ناسها، أشكون ناسها؟ هذوما اللي يعرفونا وتعودنا عليهم ونتعود عليهم، نعرفوهم بالوجه ويعرفونا بالوجوه الكل. جت الفرقة الخاصة هذه دخلت التطاوين في بعضها، وهم ما مش مستعدين يمشوا كبش فداء. أنا عندي أولاد عمي يخدموا، ولد عمي يخدم، لا به لا عليهم، مسكين نعرفوه ويعرفنا وكل شيء، وجايين هدين على المركز، اش تحبهم يعملوا؟ وجماعة تونس بعد ما كلت بعضها وكل شيء ركبوا في الباقات نتاعهم وروحوا، السلام عليكم، وكان شيء ما صار، وخلوا أهل البلا في البلا، ومندسين، يعني نتصل بالعباد غادي وباتصال تام اللي ثم مندسين هم اللي عملوا الشوشره هذية وحرقوا ونهبوا، والحمد لله اليوم الصباح الفيسبوك اللي هو فيه المعطيات الصحيحه الكل، الصباح اليوم شادين واحد مانيش باش نسمي المنطقه نتاعها على خاطر اهله شرفاء ورجال، وتصدوا في يوم ما الارهاب، اما حصلوه واحد جاي من البلاصه هذية قاعد يسرق في شنيه؟ النهب المستودع ما عنده حتى واحد، الاصحاح وبلاد اولاد الفاميليا واهل تطاوين الصحاح ما فيهم حتى واحد يعملها الحكايه هذه، واحنا اولاد تطاوين ونعرف عندنا الله اعلم عليهم، والدوله مش انا كعبد بسيط مطالب، يا اخويا جيبوهم ونتحاسبوا، جيبوهم وتنجم الدوله وقت اللي تحب تجيبهم تجيبهم.